وبننتقل هلا لعند زميلتنا مريم الحاج. هلا صار وقت الكتب والروايات. مريم صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، كيفكن؟ منيح منيح. يس. اليوم شو؟ اليوم طبعا مع الكتب باللغه العربيه، وبكل مره بختار اديب او كاتب بيكون الهدف اني اوضع بين ايديكم دليل عن اهم الكتابات الابداعيه والمؤلفات الادبيه الموجوده اليوم بالساحه الثقافيه. صدور كتاب قلب يحترق وقصص أخرى عن دار التنوير أعطانا الفرصة اليوم أنه نطلع على أحد أهم الكتاب المعاصرين، جان ماري جوستاف لوكليزيو، الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل للأداب بالعام 2008. قلب يحترق وقصص أخرى كتاب صدر بالعام 2002، وهو مؤلف من 188 صفحة، يعني مش كبير نسبيا، واحتوى على عدة قصص أبطالهم ثلاث مغامرات خرجوا من مرحلة المراهقة لا مواجهة عالم الكبار، فاصطدموا بعوائق كتير. القصص بهالكتاب أبطالها أشخاص عاديين، وهي بتشبه قصص بنسمعها كل يوم أو يمكن بتصير مع كل واحد منا، ولكن لما بنقراها بكتاب لوكليزيو بتوضح أمامنا تفاصيل كتير صغيرة ما بيقدر يلتقطها إلا لوكليزيو. هالروائي يلي تعتبر تجربته الروائية فريدة جاوزت ما أنجزته موجة الرواية الجديدة بفرنسا، وهو روائي المتعدد الهويات بين الأم الفرنسية والأب البريطاني. بقي لوكليزيو فترة طويلة من حياته عم يبحث بالتباس الانتماء والهوية يلي وجد نفسه فيه، وانجذب إلى كل ما هو بدائي ومهمل ومهمش. كل هالاختبارات الغنية اللي مر فيهم لوكليزيو وضعهم بأربعين إصدار، غزير جدا هالكاتب، وكل هالإصدارات أو بعض هالإصدارات ترجم منا إلى اللغة العربية. فيكن تبدأوا اليوم بقراءة قلب يحترق وقصص أخرى، رح تتعرفوا على كاتب جدا مختلف. نعم مريم، قلت انه لوكليزيو منحاز لكل شيء بدائي ومهمل، هل هالانحياز اختبره فعليا بحياته اليوميه او بس بقى على يعني على صفحات كتبه؟ نعم جوال، اهميه لوكليزيو انه اختبر شخصيا كل شيء منحاز له. هو يلي ولد من عائله متعدده الانتماء، قلت انه من اب من اصول انجليزيه والام كانت فرنسيه، وعاش لوكليزيو حياته متنقل بين فرنسا وافريقيا وامريكا، ونفذ خدمته العسكريه بتايلاندا، الا انه تم تحويله الى المكسيك بعد ادانته لعمليات الاستغلال الجنسي للاطفال، وهونيك عرف مرحله مهمه جدا بحياته، درس حضاره المايا بالمكسيك وغاص بثقافه الهنود الحمر، ومن ثم عاش حياه الهنود بادق تفاصيلها باحدى غابات بنما. اذا اهميه لوكليزيو طبعا حلو. اكيد اذا اهميته جوال انه ما اكتفى بالتعرف على ثقافه الغير، ولكنه عاش واختبر لابعد الحدود، الامر يلي اطفى على شخصيته الانسانيه والروائيه ثراء فكري جعله يتجاوز حدود اللون والدين والتاريخ والجغرافيا لينحاز للانسان، فقط الانسان. نعم مريم، 40 كتاب وضع فيهم لوكليزيو خلاصة تجاربه واختباراته، شو هي النقاط المشتركة بين كل إصداراته؟ نعم، المشترك بروايات لوكليزيو وقصصه هو أولا انفتاحه التام على جميع الثقافات بعيدا من النظرة المحلية المتقوقعة. ثانيا، بكل أعماله بيوجه لوكليزيو بطريقة أو بأخرى نقد حقيقي للغرب المادي وللعولمة وللحياة العصرية، مع التركيز بشكل خاص على الضعفاء والمهمشين. هو كمان مناصر جدا للقضية الفلسطينية. يعني فينا نقول أنه نحن اليوم أمام شخصية أدبية شفافة جدا، إنسانية جدا وإلى أبعد الحدود. لوكليزيو رغم أنه هو حريص على أنه يعيش بعيدا من الأضواء والإعلام، إلا أنه صريح بمواقفه على الدوام، مثير للجدل لأنه دائما يخترق القواعد والبديهيات وما بيسير أبدا. مثل ما قلت هو إنساني إلى أبعد الحدود، وبيضل أهمه الأول هو الإنسان. نعم. شكرا لك مريم، نحن بنشوفك الجمعة مع فيلم. بتعرف أي فيلم من هلأ؟ لا بعد. لا ولا ما بدك تقولي لنا؟ مفاجأة. مفاجأة، أوكي، بنشوفك الجمعة. باي مريم. الله رأي.
من المعارض اللي عم يتم تنظيمها بالعاصمة بيروت كان معرض للفنانة المكسيكية بالوما توريز بالجميزة، ضمن 29 منحوتة وأجسام من الصوف والمعدن والطين. تقرير عن هالمعرض يلي رح يستمر لغاية 31 أيار متابعه سوا. تحولت فيلا باراديزو بالجميزة إلى مدينة مكسيكية، وانتشرت على جدرانها أعمال فنية فريدة من نوعها للفنانة المكسيكية بالوما توريز اللي غاصت بالمدن المكسيكية لتحكي عن مفردات تراث وطنها بفكرة، وتساعد على بناء جسر بين لبنان والمكسيك بشكل بيعبر عن خيال امتزج بفن وإبداع للنسيج المدني. ومنعرف كلنا قديش في تقاطع بين القماش والنسيج المدني. عادة كلنا بنعرف انه اول مدينة بركة كانت الخيمة اللي هي معمولة من نسيج بالنهاية، ومن هيك فيها تقارب دائما بين القماش كنسيج وبين النسيج المدني. Different view of Mexico City. An air view of Mexico City, but as tapestry, all the constructions that we had, this is an harmonic and eclectic kind of construction that we do in all the mountains. It seems to be like a carpet, like a tapestry. Believe me, she has a very interesting work with a very important message, especially pertinent to what is Beirut nowadays. And let me tell you why, because she works with recycled materials. السفير لما شاف شغلة بالمكسيك قال له حلو نجيبهم على لبنان، لأنه بلبنان في حياكة على النول وفي لباد. فيعني مثل جسر أو مساحة مشتركة إلنا وللمكسيك. المعرض اللي تم افتتاحه بالتعاون مع السفارة المكسيكية بلبنان تميز بتنوع محتوي اللي شمل 29 منحوتة وأجسام من الصوف وألياف الخيزران والطين والمعدن، ورح يستمر لآخر شهر أيار. أكيد هذا المحل القديم تقليدي عنا بلبنان بيوحي لهيك معرض، ومن خلال هالمعرض الفنانة بالوما حابة تفرجي عدة مناطق بالمكسيك. تحسي مثلا هون بالشفنة أنا فكرت نحت حجر، تلاقي انه قماش لباد عملته بطريقه مثل كانه حجر منحوت. اذا بحطهم ببيتي انا كلبنانيه ما بحس حالي بعيده عنهم، كثير حبيتهم لانه يمكن التراث شوي قريب على التراث اللبناني. الستلاجمايت والستلاجنات ذكرني بجعيطه، يعني اكيد بيشبه لبنان بكل شيء. تابعين حلقتنا ومرحب بضيفنا لليوم الفنان محمد أبرش. محمد صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. جاي من طرابلس. أيوة. كيف كانت الطريق؟ تمام الحمد لله. عجقة؟ إيه عجقة جوني أكيد. ما رسمت لك عشي سيارة؟ ما هي بدي أسأل قديش بيطلع عدالك؟ عدالك اللي واقف على مساء قدامك معصبك. لا ما لقيت السيارة اللي تعجبني على الطريق لأن بعضهم نايمين. سيارة ليش كيف أي سيارات تعجبك تترسم عليها؟ أكيد ما حنستعمل سيارات قديمة، أكيد كله حيكون جديد. على السيارات الجديدة حلو الرسم. بس خلينا نعرف عنك محمد، أنت بترسم جرافيتي وبترسم على السيارات وعلى دراجات نارية بأدوات مختلفة هلأ بنحكي عنها، بس جديدك هو مشروع عم بيصير بباب التباني. صح. شو تفاصيله؟ هو المشروع خلصناه من فترة كمان، و في مشروع اللي عملناه كمان للرئيس الشهيد. أوكي هلأ بنحكي عنه شغلة ولا شغلة. بباب التباني شو صار؟ في عملنا هلا آخر شيء عملنا فكرة باب الذهب. هل هي باب التباني كانت من قبل عبارة عن باب الذهب قبل ما تصير هالمشاكل والأحداث الأحداث القديمة. فتغيرت فكرتها والناس أخذت عنها فكرة سيئة، فحبيت أنا أني أقترح مشروع أني رجع الناس لهيدا الذكرى القديمة. فاقترحت فكرة أني أعمل كلمة باب التبانة بباب الذهب، يعني حتى طريقة الرسم اللي عملناها بطريقة ألماز، يعني عبارة عن أصفر وفضة لميع. فعملنا كلمة باب الذهب بطريقة كتير حلوة وكتير يعني لفت نظر وعملت صدق. وين كتبتها؟ عملناها في مثل جدار بيفصل بين التبانة وجبل محسن بهيدا المنطقة اسمها الملولة تقريبا. انت ابن اي منطقة محمد؟ باب التبانة طرابلس. انت ابن يعني قديش بيعنيك انه هيك مشروع عم بتنفسه بمنطقتك؟
اكيد بيعني لي كثير، يعني هيك مشروع من واجبي اني اعمله. شو كانت ردة فعل الناس وقتها شافت الكلمة؟ قد ايه اخذت وقت؟ يعني الناس اللي هلا طالعة اكيد ما عرفتها، بس الناس اللي كبيرة بالعمر اكيد كثير يعني كثير تشكرت انه هيدي الفكرة، لان الناس اللي لانه يمكن الشباب الجداد ما حتعرف هيدي القصة، بس من هلا صارت تعرفها. يعني انا لو ما بقعد مع ناس كبيرة وبتحدث معهم وبيحكوا لي هالقصص، يعني انا ما كنت حتخطر بالي اني ارجع للذكريات القديمة انه هيك كانت. طب مين يلي من كبار السن قال لك شيء هيك مؤثر؟ يعني من والدي مثلا، لكبارية الحارة، لكبارية المنطقة، يعني اكيد بجتمع مع ناس، حتى مع ناس من برات طرابلس كمان بيحكوني انه كانت تبقى هيك، فاخذت الفكرة منه. استوحيت منه. قديش فن الجرافيتي يحارب عالميا نوعا ما، يعتبر انه فن الشوارع، بس قديش تنحكي المنطق قديش هو حلو وقديش بيعطي حياة لهالجدار البطونية الناشفة؟ هلا هو انا ذكرت هديك ذكرت مرة انه اول شيء كانت الناس ما تفهمه، الناس تفكر انه خربشه انه خربشه او شيء، بس لما بعدين صارت هي قضيه. اول شيء هيدا الجرافيتي هو قضيه، فانا عم بحاول من هيدي القضيه اني وصل افكاري، وصل افكار الناس عم تفكر فيها، فقدرت اني فهمت الناس هيدا الشيء. هلا عم نشوف صور لرئيس الشهيد رفيق الحريري، بس هذا طبعا غير مشروع الكليب يلي عملتوه ولا لا؟ هيدا كمان بالكليب. أوكي. هيدا كمان حلم. شو قصه الكليب؟ حبينا نعمل شيء ب 14. حبينا انا والشباب اللي اصحابك اكيد بيغنوا، هن كمان هن بيغنوا، انا برسم وكمان بدعم من الرئيس. ايه شو حبيتوا تعملوا؟ لكن هي التحيه. لا انا بس لا هي قبل التحيه كان بدي خبرك شغلي عن الفيديو، هلا برجع بخبرك اياها بعدين. فحبينا انه نعمل مثل غنيه لالو ونعمل لها فيديو كليب، فانا قدرت اقترحت اني اصور اني اعمل الرسمه. وين عملتوا الرسمه محمد؟ عملناها بتحت جسر اسمه جسر ملولي، كمان هذا الجسر بيفصل بين طرابلس واللي جاي من عكار او اللي طالع على كل الدنيا، حتى بمنطقه كثير بموقع كثير حلو، يعني كل شيء طالع من طرابلس او فات بيقدر يشوفه. بيشوفه. الغنيه هي سبق وغنوا، شو اسمها الغنيه؟ وينه اللي عمر. وينه اللي عمر. على نفس الغنيه، على نفس الكليب له علاقه بالرسومات يلي نفذتها خصيصا كرمال وين موجود الكليب؟ على يوتيوب نزل؟ يس نزل على يوتيوب، يمكن على صفحتك على الفيسبوك بعتقد موجود، حتى على صفحة الأخبار المستقبل كمان كمان موجود الفيديو كليب. طيب التقنيات بتختلف، يعني إن كان وقتها بدك ترسم على جدار هي التقنية ذاتها عم تستعملها دايما محمد أو بتنوع؟ عم بتطور، عم بتطور مرة على مرة. أكيد بدك تطور، يعني اللي بتشتغلي من هيدي اللوحة للوحة اللي بعد أكيد عم تطوري في وقت وفي تفاصيل. بين لوحة والتانية بتغير أو بتقدم التطور. أكيد ما في إنسان بيضل مثل ما هو، مش إنه من سنة للتانية، مش إنه مثلا لا. مع استحداث أدوات جديدة من سنة للتانية بيكون صار في فرق كتير كبير كتير كبير. أكيد. كيف تستوحي شو بدك تعمل محمد؟ يعني افكارك من وين بتجيبها؟ بتشوف سيارة بتعجبك، بشوف حيط فاضي مثلا بتستلهم بدك ترسم عليه صورة؟ هلا لا، هلا الاشياء الاير براش هيداك شغل شيء تاني، هيداك الناس هي هوايتها، مثلا في عندك ناس هوايتها هي، عم نحكي على السيارات والموتوسيكل الاير براش اللي عم تعمله. في عندك ناس هي هوايتها، هلا مثل انا كمان بذوقي بحب الاشياء مثلا شوي هيك المصاريه والشغله، مثل في ناس بتحب السكولز فايرز نار، هيدي الشغلات اكثر شيء، هذا انا كمان بطبعي، وحتى الناس يعني اكثريه الشباب حيحبوا هذا الشيء. فمن هيدا الشيء انا بستوحي. اوكي، قديش بيجوا لعندك اشخاص عندهم دراجات ناريه وبيطلبوا منك محمد شو بدنا نعمل انا وياك؟ كيف بدنا نوصل للنتيجه؟ كيف بدنا نحولها هيدا الشيء اللي شايفينه قدام؟ هلا بس افتح السرجي فرجيك قديش بدي اللي انا وعم بحكي معكم. اكيد لان كل الشباب بتحب هيدا الشيء، يعني ما حيجي حدا ناس كبيره بالعمر تهتم لهيك شغلات، اكيد كل الشباب اللي طالع هلا. نحن فتشنا على الغنيه لقيناها الكليب يلي صورته اللي عملته، خلونا نشوفها بنرجع بنكفي حديثنا. وفد استشهد بإيد الحقاد لبي خي زعيم رفيق كل الوطن، لقد أتى زمن صاحب الحق فيه قتل، قد دفع ثمن حلمه قبل أن يكتمل، ما همر ولا ترب أي إنسان لحاجة يفتقر، إيده للخير ممدودة هيك حياته عاشها مختصر، والاقتصاد خلى لبنان قصة الغرب والشر، باستشهاده لبنى بكت والدمع خد حارة، عم خبر عن العمر والدمع يلي انهدر، عن الشيخ رفيق المستحيل يرجع يتكرر، عم خبر عن الصور وطننا بأحلى صور، عن الشيخ رفيق شهدوا لبنان تأثر. قول يا عمر لبنان وغير هالشعب العايش بالعمر وبالحرب وبتأثر، قول يا عمر
حياته لهالبلد يحلم بها البلد رفيق ابن البلد مساعد الختيار والولد هو العلم عمر على الحياة. يعني شو حلو هالفيديو كليب هيك بنشوف طرابلس بصورة كتير حلوة كتير أصلاً حديثة كتير شبابية. أصلا هي في طرابلس ما فيها شيء أبدا بس الاعلام وهالقصص اللي عم بس نحن اول صباح تقاريرنا دائما بتكون ايجابيه وعم نقول هي فعلا نحكي صراحيه ولا فيها شيء ابدا. حتى في ناس كثير انا بتجي لعندي من بيروت او من جنوب او من غير طائفتي مسلمين او مسيحيين او شو ما كانوا بخوفوا يجوا لعندي فانا بضلني حكيهم انه ما في شيء لما بيجوا بيلاقوا انه فعلا ما في شيء وبنستقبلهم باحلى استقبال وبيروحوا بيحكوا للناس انه فعلا رح نعطر بلوس وما في شيء فبيرجعوا بيجوا. انتم بس تكلوا علينا باخبار صباح يعني نحن ما بنقفي ولا نشاط وما بنخلي حدا يعتب علينا يعني نحن سمعنا الغنية بس ماشي يعني غيرتوها من جذورها الغنية صارت راب اكيد هيدا مين يلي اشتغل على الكلمات الفرقة مين أصلاً هي فرقة؟ الفرقة هي من الآخر اسمها من الآخر؟ كان فيرجو هي بن حيلي وعيسى نعمان ولورد عبد الرحمن فاشتغلنا سوا هن اشتغلوا الغنية وعدلوا عليها وأنا ضفت لمساتي بالرسمة فعملنا هيدا اللعبة مين إخراج في إخراج مين صور نزيه سلم عليه نزيه أكيد سلم على نزيه اشتقنا له إيه وبإخراج مارون اوكي عارف. طيب بيطلع عبالك ترسم على حيطان غير مدن او أكيد. انت كل نشاطاتك عم تكون محصوره بطرابلس لا اكيد انا اصلا ما بقى فيني ضلني بطرابلس انا عم بطلع اشتغل برا حيطان طرابلس انتلت اكيد ما انا غير انه انتلت انه انا كمان ضليتني فتره انه ما حبيت الناس انه تعرف محمد ابرش انه لا بس لانه من طرابلس او من غير خليت الناس تحب الابر انه للشيء اللي بيعمله انه ما فيني انا ضل بي قد ايه بتتابع عمل زملائك يعني هون شوارع بيروت في كثير هلا يعني أكيد. مناطق فيها كثير جرافيتي على شغلين ببيروت هلا كمان في الاحد الماضي كان في نشاط حتى شغل برا كمان انطلع مسافر برا بس القصه انه في عنا نحن كثير عنا مواهب بس بدك مين انه يعطينا دعم يعني انا في عندي كثير شباب يعني في عندي حتى اشخاص من يعني مش بس بالرسم برسم بغني بفيديو يعني في عندي شخص انا شاب ما عمره شيء 20 21 سنه بيعمل اخراج اسمه محمد سرحاني كثير قبضاي بهالشيء عنده موهبه كثير وحتى في كثير شباب يعني بس بدنا نحن مين الدعم طيب هلا شو اقرب النشاطات اللي عندك اياها هلا اقرب هلا في عندي بعد يومين في عندي معرض للاهتمام رقنا على الارت سبراي اللي عم بشتغلهم اشياء جدا بسيطه وين؟ بلوحات هيدي لوحات بكمان بسبراي باشياء مثل فنجان او بقنينه او بشي بترشي اشياء بتطلع معك لوحات ما بس هلا حيمروا شفناهم اللوحات شفنا الصغيره هون طب مثل هيك لوحه قد ايه بتاخذ معك وقت محمد؟ يعني في 3 دقائق هالقد وقت هلا لو كان لو كان حلو هي اشياء جدا بسيطه يعني بترشي اشياء وبتشيلي بتحطي فجاه بتلاقي طلع معك طب سؤال كيف بلشت كيف بلشت على الحيطان هلا بلشت على الحيطان هيدا الحكي قديم يعني اول خربشات بعدك تمرق بالشارع بتشوفهم بعدهم موجودين في كم وحده بتذكر في كم وحده بحاول اني محيهم عشان ما يضلهم زق اوكي يعني ليش ما بتحبهم مش قصة ما بحبهم انه صار في عندك مستوى كثير عالي فبتطلعي هيك على هذيك الاشياء انه بس حلو تشوف كيف بلشت وين صرت هلا بصوره انا بمحيهم على جنب طيب محمد كم مرة خرطشت على حيطان البيت وامك عيطت عليك مثلا؟ لا بالبيت ولا مرة لا ما بلشت بس على 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 الدرج نحن بنطلعين نحن بنصير ومرة دهنين كم مرة دهنين البناية يعني بسبب مرة دهنين طيب لحظة بس شوف حيط فاضي مثلا بيستفزك؟ اكيد بس يا رب هيدا شو حلو عبيه شو حلو بس اذا ما في عندي انه لو شوف هلا في عندك ناس المهم تطلع وترسم شو من كان لا ما بس عم نحكي بدي طلع انا بدي طلع هذا بدي ادرس له انه هيدا شو 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 يكون هدف لحتى ارسم عليه اكيد ما حارجي ارسم عليه انا اسمي مثلا او حارسم اسم حدا عم يعني لك وين هيدا الحيط موجود هيدا. او شو الرساله اللي بدك تحطها بالرسم هيدا هو هيدا هي القضيه اللي نحن بنوصلها طب بتنسق مع بلديه المنطقه قبل هلا بنسل انا مع الجمعية لا مطلوب هو هلا اكيد مطلوب لا بالعكس لا نحن هيدا كيف في بلديات بحبوا انه يتزينوا حيطانهم هن بيبعتوا ايام اشخاص اكيد صحيح السنة. كمان في عنا هلا كمان مشروع بالبشري او الارز كمان عم بدنا كمان بيهتموا لهيدا الموضوع حتى في شركات خاصه هذيك مره كنت عم شوف في شركه على الاوتوستراد جايبه فنان جرافيتي هو رسم على جدار الشركه كلها كمان صحيح. هيدا شيء حلو كمان صح كمان غير اليافطات هيدا الشيء لان هيدا في عند الناس اللي بتقدر هيدا الشيء يعني بتعطيه ثمنه بس الناس اللي ما بتقدر انه ما بتفرق معه غير همها يعني حتى هي شو هيدي باب الذهب خلينا نرجع نشوفها بليز بس ما انا واضحه الصوره كثير كانت بعدها بمرحلة التنفيذ هيدا لا فينا نرجع بس على قبل هيدي هيدي عملناها لأرمي الجيش كنا بماراثون هلا يلا نركض للوطن اول حرف A R M و Y
اوكي ايه هلا لفهمناها اي ار ام واجري اوكي وهيدي باب الذهب هيدي هون بس مش واضحه كثير شوي صوره يمكن هلا في صوره بتمرق كيف عم بتضوي هون كانت تنفذت خلصت ايه بهلا. لا كمان هون بعدها ما كانت خلصت حتى هون ما كانت خلصت هون عم تشتغلوها في وحده اللي بتمرق صوره كثير عم بتضوي هون كانت ايوه هون بعد هون كمان قصتنا بعدنا باولها طيب قديش مهم محمد بس لوحه عم نحكي على يعني نطاق هالقد كبير وواسع وانت هالقد قريب من الحيط قديش بتنزل وبتطلع على الدرج كم مره بتروح بتجي بتطلع تشوف البيرسبكتيف تبعها اكيد ايام اوقات بوصل على البيت تعبان دغري بنام ما فيني عليه بدك تبعدي تاخدي نظر وترجعي تقربي في عندك مقاسات لانه عم تشتغلي على حيطان كثير كبيره باشياء جدا وانت عم تكون كثير قريب من الحيط بدك تاخدي نظريات اجباري حتى بدك تعملي سيرش اول شيء على ورقه قبل ما تطلع عليها محمد حلوين صور وحلوين مشاريعك واحلامك ميرسي تسلم عيونك حلوين محمد ابرش نحن بنشكر حضورك معنا بنتمنى لك التوفيق هاتين مره بنستقبلك وكل ما يكون عندك شيء جديد خبرنا لانه حلو الحديث معك بتزين الاشياء اللي مفكرها او بتكون بشعه اهلا وسهلا بريك بنرجع بعده ونتابع اخبار الصباح